انا كنت فين لما انتوا كنتوا بتختاروا؟ انت كنت بتجيب قهوه؟ كنت بتجيب قهوه. ممكن اقف معاكم؟ ماشي. احنا غيرنا ايه ترتيب الاماكن عشان نبان ان احنا روحنا في حته مختلفه. بالظبط. وهي هي نفس يعني، احنا بس حركنا الترايبود سنه كده. عملنا حاجه. الو. يلا نعمل الانترو الثانيه. يلا نعمل الانترو الثانيه. يلا بس الكرش ما يبانش. هو اكيد باين. بس بقى في الطريق لو سمحت ما تبصش على الكاميرا ولا تبص على اي حاجه. بالظبط. يلا بينا. احنا بس النظر في الكاميرا ما تزوروش اهو بس. سيبك مني. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. دوشه دوشه فشخ. في حاجه انت واعملوا لايك وشير وسبسكرايب وانضموا لعيلتنا الجميله. بالظبط. وصل الفيديو ده ل 100,000 لايك. ايه على فكره بيوصل 100,000 فعلا، ما تهزرش. بجد ويوصل اكتر. اعملوا لايك. الاستاذ كريم بتاع قناه دلع كرشك. الله. ماشي. الاستاذ محمد طوخي. اهلا. بتاع قناه محمد الطوخي. ما شاء الله. الناس دي يعني عملنا فيديو عند كريم وفيديو عن طوخي، فيعني انا مش ابن البطه السوداء بقى يعني، مش كده يعني. فقلنا ايه نعمل حاجه كده مختلفه شويه، وفي جدل في الحته دي الصراحه بالنسبه لحته ايه، يقول لك حمزه احسن، لا ابو حمزه احسن، طب حمزه الاصل، لا ابو حمزه الاصل. فاحنا قلنا ننزل نشوف مين الاصل بقى ونشوف القصه دي يعني. بعيدا عن الاصل نشوف مين الاحلى، بغض النظر مين التجربه بتاعته هتبقى جامده وابقى مستمتع كده وانا باكل من عنده. وعلى فكره يعني حمزه هو اللي قبل يعني اللي فتح قبل ابو حمزه، ومنيو حمزه كبير جدا بعكس حمزه. حمزه المنيو بتاعه كبير وكل حاجه بس ملموم. بس منيو ابو حمزه ملموم اكتر من حمزه. بعيدا عن كل الكلام ده عايزين نشوف مين اللي جامد. احنا عايزين ناكل عشان احنا ما اتغديناش اصلا، ف نستمتع عنده. كل العناوين وكل الحاجات هنحطها تحت في الديسكربشن، وبرضو ايه الاسعار هنقولها في الفيديو. هنقولها بقى، هنقولها وانا بحطها. لو مش عايز تحطها خلاص احنا هنقولها. مش مشكله. بس معاك. ريحتوني يا سلام. الو الو حاج بوشكاش. 1 2 3 4 5 6 يحييكم. احنا نبص بقى هنا ولا هنا؟ هنا دي الاساس. ماشي زي سلكنا خلاص. خلاص مش صح الشارع خلاص. فرح. انت عملت ايه بلان مود؟ انا لا. عملت اير بلاي مود. ما بعملش. ماشي حرام. ماشي بنور الله. انا قلت لك ماشي بنور الله وما صدقنيش. هنبدا باول واحد ابو حمزه. فطير بقى سجق كيري كده، ايه حاجه تطري على قلبك. يلا انا مش عارف انت طلبته ايه اصلا. مش مشكله. انت جاي تاكل. هو جايب لنا هنا مع الفطيره شوك بقى وسكاكين وكاتشب ومناديل. شغل فاخر. شغل فاخر من الاخر. احنا بنفضل نتفرج عليه. شكلها حلو بصراحه. ناكل الفطيره شكلها جامد الصراحه. حاجه طيب للناس. دي فطيره سجق عليها كيري وعليها تقريبا جبنه موزاريلا من فوق. اصفر ده جبنه موزاريلا ولا ممكن تبقى جبنه رومي؟ السجق كيري مفيش ولا بيفرق جبنه موزاريلا. ممكن يكون في جبنه موزاريلا. هو الجبنه هي اصلا حته قطعه. احنا لسه هنتكلم. انا لا فطرت ولا اتغديت اصلا. طيب مبدئيا الفطيره حجمها كويس، احنا جبنا الحجم العادي مش الكبير. بسم الله. معاكم ها؟ عادي 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 جدا. في اتنين بيشدوا مع بعض يعني. بالدور بقى انت اسالنا، انت قد الحوار. ايه رايك بقى؟ ايه رايك يا كريم في الفطيره السجق الكيري؟ حلوه قوي يعني. ايه رايك يا طوخي؟ جميله جدا. بص هو في مشكله هنا. مزيتها. سيبك من مزيتها، هو تحس في صلصه على السجق. ما هو الاحمر اللي فيه ده صلصه. هنهزر يعني ايه نحط صلصه على السجق في الفطير ولا ايه؟ انا عاجبني الطعم. انتوا اخدتوا من النص، انا اخدت من الطرف فما حسيتش بموضوع الصلصه. لا انا اخدت من الطرف. وخدمها لك جبنه جدا. ده عارفه ليه طعم والله. بصوا هو السجق هنا يعني ايه، مش جايبه لك قطع كده، لا هو مفروم شويه معاه صلصه وطماطم. فالعجينه مبدئيا حلوه جدا، ما هيش سميكه برده، خفيفه. انت حاسس بطعم السجق ومكونات توي. لا جامده، والفطيره مش محروقه برده. طعمها حلو، بس مشكله الصلصه اللي في السجق دي يعني مش ألذذ حاجه، بس قشطه يعني. اوفر اول طعمها يعني خالص. انا عجبتني بصراحه. انا عجبتني، وكنت اكلت قبل كده فطيره سجق كيري في مكان تاني وما عجبتنيش وبطلت اطلبها عشان طلبتوها، بس لا عجبتني جدا. طب بصراحه نكمل للمره عشان ما تقعدش تكتب وتعمل. احنا لسه هنقعد نكتب اسعار. على طول دي 75 شامل الضريبه. لذيذه على فكره. انا عجبتني جدا طعمها، بس جامده قوي. حلو جدا. انا بقول نخش على اللي بعده. يلا بينا. ده ايه ده بقى؟ ده الحواوشي الايطالي. لا ما احنا هنحط بقى الحواوشي الايطالي. ماشي حواوشي ايطالي. حواوشي الايطالي من مطعم ابو حمزه.
ده حواوشي سوبر كرانشي. انا يعني بالنسبه لي الحواوشي يا لحمه سجق، بس كريم واحنا قاعدين بنقي وبتاع قال لي هات السوبر كرانشي. انا كنت فين لما انت كنت بتختار؟ انا ما انت كنت بتجيب قهوه، كنت بتجيب قهوه بيبي يشرب قهوه. يلا يلا احنا ايه بقى، احنا اسمها ازاي دي؟ سكينه بقى، سكينه شينيور. الحواوشي اللي طري من فوق كده فيه سمسم وحبه البركه. انا شايف جبن كتير، انا متفائل. اخدت دي. ده بيبقى عباره عن قطع فراخ وتركي وزيتون وجبنه كتير جدا. جامد قوي. يعني بص اللحنه دي اصلا مليانه جبنه ازاي. يلا بسم الله. لا طب طب تبدل. لا لا قشطه قشطه عشان تسحب الفيديو. عشان الفيديو بتاعك جامد قوي يعني. الحمد لله ان انا ما فطرتش يعني. بعيدا عن السباق اللي جنبنا دوت، خلينا نركز في اللي احنا بنعمله. خلينا ناكل في فرط لذة يعني. دي بسطتني اكتر من السوق. اختيارات يعني الحياة دي اختيارات. شابوه شابوه. الحياة دي اختيارات. دي ايه بقى؟ وحواوشي سوبر كرانشي ومن مطعم ابو حمص. هو ده سوبر كرانشي؟ اه معلش. والله يا جماعه جامد بصراحه، ده ده ناسي الدنيا. طيب بص عشان الناس برضو يعني تتخيل الطعم، يعني الفراخ مع الجبن مع التركي المدخن ده، وده فيه طماطم كمان يعني، فيه طماطم وفلفل وزيتون. لا جامده قوي، والعجينه برضو خفيفه ما هيش تقيله ما بتلكمش. طعم الجبنه حلو فعلا. الفراخ المقليه اللي جوه حلوه جدا، مش اي حاجه وخلاص كده محطوطه. لا لا الفراخ باين، حاسس بطعمها. سعره كام ده؟ حبة البركة عاملة شغل. ده 60 جنيه. مش عارف، حاسس ان 60 جنيه كتير على الحجم ده، بس بس جامدة قوي. طعم حلو قوي بصراحة. حتى السمسم وحبة البركة والحاجات اللي محطوطة من فوق برضه مديها طعم حلو قوي. بس حاسس ان عجينة ممكن تصغر او ترفع عن كده. تخف شوية مع عشان مكونات، خلي بالك برضه يعني لازم حاجة تمسك كل ده. عمل لك خفيفة هتلاقي الكلام ده كله فرط من العجينة. نخش على اللي بعده. واحنا خلصنا اصلا الحواشي فنخش على اللي بعده. عجبني قوي. اسمها ايه دي ولا مين دي؟ بيتزا ميكس فراخ. تبقى عباره عن فراخ وتقريبا في صوص شيدر. ناخد قطمه مع بعض. شايف في واحد كده بعت على الجروب النهارده الصبح. الو. قال لك يا جماعه ناكل كنافه في نفس اللحظه. 1 2 3 هوبا. الشكل ما كانش مشجعني بس الطعم رهيب. مش عجباني قوي الصراحه يا راجل. مش عجباني خالص خالص. بص سيبه يقول رايه ونص في المونتاج. ونص في المونتاج عادي، ده الطبيعي. هنخفيه هو شخصيا. هو مش متخصص بيتزا، بس هتروح هناك تاكل بيتزا محترمه قوي وجامده جدا بصراحه، وطعم مختلف عن مطاعم البيتزا. حاطط ميكس حلو جدا في البيتزا من النوعيه دي يعني. بيتزا مخدومه يعني. انا ما عجبتنيش الصراحه، اقل حاجه اكلتها يعني. ما اروحش اشتريها تاني يعني. ما اروحش مثلا افكر عايز البيتزا، ما اروحوش خالص. كمان الصلصه اللي هو الفرده بتاعه البيتزا بتاعه الصلصه دي باينه قوي، وطعمها مش لذيذ في بقي يعني. مش لا ما حبيتش. بص انا يعني اتكلمت، فهو ايه كت بقى اخش انا بقى. البيتزا جامده جدا. سيبك من ده، ملوش لازمه اساسا. اي بصوا، هي في الاول وفي الاخر هي اذواق. المكونات مخدومه، المكونات طعمها حلو. فراخ مشويه وفراخ مقليه جامده جدا وطعمها حلو. انا عجبتني بس يعني من كتر الجبنه، من كتر الجبنه فعلا انت مش عارف تميز طعم الفراخ قوي يعني. طعم جبنه حلو. طعم جبنه حلو. دي 80 80 يعني. انت لو رايح المطعم دوت وحد يطلب بيتزا يعني، انا شايف ان هو يعني حلو. يعني ميزه ابو حمزه اصلا ان هو عنده تشكيله من الاكلات ان انت الناس مش هتختلف عليه. وكمان كده كده اصلا ما فيش حد قال ان البيتزا وحشه، كلنا وافقين عليها بس. حصل. حصل. لا على فكره انا قلت عليها مش عجباني وفاهم، وخدت سلايس ثانيه. ما خدتش بس ما اتغديتش. انا جعان مش اكتر فاهم. في حاجه ثالثه؟ لسه. طبق ده بقى اسمه بسمتي ابو حمزه. الله ده جامد. ده جامد. انا جربته قبل كده برده زمان. خلي بالكم هنا كل حاجه جايب لنا معاها برده ايه، المناديل والشوك والحاجات دي كلها. بسمتي ابو حمزه جبته مره واحده قبل كده والشكل إيه ما كانش. انا لغايه دلوقتي اقسم بالله مفكره مكرونه. لا هو رز. انت عشان يا بيه بتروح تجيب قهوه. لا هو بيبقى عباره عن رز وفراخ اللي هي كرانشي دي، وطبقه جبنه من فوق بطبقه شيدر من فوق، وفي مشروم تقريبا كمان. ما اعرفش بقى محور المشروم. طب ما تيجي ندوق. يلا على راي كريم. طب ما تيجي ندوق. وسوسيس كمان في هوت دوج. ده موضوع كبير. بسم الله. فين الفراخ؟ انا مش لاقي. هو انتوا جايبينه السوسيس اصلا ولا فراخ؟ هو فراخ وسوسيس اهو. انا مش شايف فراخ. انا مش شايف فراخ برضو في الموضوع. في فراخ هنا والله. لقيت حته بس ما شاء الله. مبروك. كسبت. لا الطبق ده ممزجنيش الصراحه. في حته فراخ يا جماعه. طب الرز؟ لا الرز، لا الرز متبهر قوي. يعني انا مش حابب ان الرز يبقى فيه بهارات كتير قوي كده. طبق الجبنه عظيمه يعني مفيش عليها كلام، وطعمها حلو جدا. سوسيس كتير، فراخ قليله، رز متبهر قوي. لا خد، حاول تاخد حته فيها فراخ بقى لان طعمها حلو بالفراخ. انا بدور عليها مش لاقيها. ودي سوسيس. ما كل حاجه بتلاقيها سوسيس. لا برضه. انا هقص نفسي انا بقى في المونتاج.
انا بحب الرز بالبهار بس هو تحس محتاج ملح مثلا. لا لا يا راجل مش محتاج ملح. اذواق برضو يعني برضو. فراخ قليله جدا. ده بكام ده يا عم عز؟ نشوف الورق. 65. ما كيفتش؟ لا هو لذيذ. ترتيبك للحاجات الحواوشي الايطالي وش فطيره السجق البيتزا وده وانت هتوخي الحواوشي بقى كده البيتزا بقى كده الفطير او البيتزا وفطير مع بعض يعني حاسسهم الاثنين نفس تجربه لذيذه. انا بالنسبه لي حواوشي وفطير والبتاع ده والبيتزا في الاخر. نخش بقى على المحل. مستر حمزه. مستر حمزه. يلا حمزه يلا بينا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا يلا بينا. ناكل دجاج. الو. ده بقى هنا مطعم حمزه. انا بص فين انا بقى بتسيبني بعمل كده وخبط ترارارا. حواوشي ايطالي زي ما بدانا المره اللي فاتت عشان نبدا برضه. بدانا بفطيره السجق بس قشطه. ده نفس الكلام برضه السكينه ونقطع. ايه ده بجد والله طب يا عم قشطه قشطه اي حاجه. ترارارا ترارارا. فطيره زي ما بدانا بفطير المره اللي فاتت فطير المره دي. ده بقى حمزه اللي عند الحديقه الدوليه. تمام تمام. ودي الحديقه الدوليه. ودي الحديقه الدوليه. ويا جماعه تعالوا لان الحديقه الدوليه ممكن تقعدوا تستجموا فيها. احنا سالنا لو عايزين نصور جوه هنعمل ايه؟ قالوا لنا هتدفعوا 500 جنيه فقلنا نصور بره قدام الحديقه عادي. بس قال لو معاكم كاميرات. الفطيره حجمها اصغر من بتاعه ابو حمزه. تهريلي بقى كده. ابتدت تبقى جبنه نستو مش جبنه كيري وراهنا. يلا 1 2 3. ها جبنه ايه؟ نستو اللي هي مش مثلا ايه بريسدون. لا طعمه مش عملت فيديو عن الفطير وكان نفس الكلام. بس السجق جامد وطعمه باين اكتر من هناك. ومفيش الصلصه اللي كانت موجوده هناك. بس الجبنه مبوظه كل حاجه. لا الجبنه فعلا مش قد كده بس مش وحشه برده مش للدرجه يعني. لا حلوه. الثانيه عجبتني اكتر بكتير. هنا حاسس ان السجق زي ما انت بتقول التتبيله بتاعته اقوى بس احدق شويه. حلقه فعلا. انا ما بحبش السجق الحادق انا بحبه متوازن. بس هنا الجبنه مش مغطيه على السجق زي هناك. وين الفطيره مش متحساش مزيتها. هناك كانت مزيتها. هناك مزيتها بس انا اتفضل. لا 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 يا توخي لا. احنا متجاهلين الكاميرا دي ليه يا جماعه؟ ما نصور اهو بس انا نكمل انا كتجربه عجبتني بتاعت ابو حمزه. نفس الشيء في ابو حمزه كتجربه. ترارارا. ده الحواوشي الايطالي نفس السكينه. شينيور نفس القلشه هي هي يعني. بص هو من النظره كده انا حاسس ان فراخ اكتر. الفراخ اكتر بس الجبنه اقل يعني. هنا برضو يتقال نفس المكان برضو تركي مدخن والفراخ والخضار والكلام ده كله بس تركي مدخن. هنا تحسه اكتر جبنه اقل وفراخ اكتر بس العجينه اوحش. العجينه اوحش. طيب ونشوف. ماشي يلا بينا. بسم الله. بسم الله. لا الدنيا ناشفه قوي. تحس عايز يحط صوص اي صوص مش راح احط مايونيز يعني. بس المكونات احلى. المكونات طعمها حلو بس الجبنه اللي مش موجوده او الجبنه القليله نشفه التجربه. والعجينه العجينه برضو سيئه بس كفراخ وتركي لا يعني الفراخ والتركي هنا احسن حتى كطعم وككميه. طب ايه رايك في الحوش التوخي الحوش اللي عجبني بتاع ابو حمزه اكتر. حط لايك. نفس الحركه. استنى استنى. ترارارا ترارارا. بيتزا ميكس فراخ. انا جاي اقول ترارارا بس حجم البيتزا اصغر من ابو حمزه. ماشي ندوق كده. بسم الله. عجبتك؟ كويسه بس اللي هناك عجبتك؟ عجبتني. انا اللي هنا احلى بالنسبه لي بكتير بكتير جدا. والله على فكره حاطط فراخ مشويه. فراخ مشويه والطعم الشوي فيها باين قوي. اول مره ادوق بيتزا بفراخ مشويه. يعني هنا البيتزا تحسها الجبنه حلوه وكل حاجه بس الفراخ بقى هي اللي ايه متصدره المشهد كده في البيتزا. بس مش عارف العجينه هناك حاسسها كانت الطف. كانت ارفع. العجينه هنا برضو حلوه بس هناك احسن حاجه بسيطه. انا شايف ان اللي مخليها مميزه الفراخ. الفراخ المشويه دي اول مره ادوق اصلا بيتزا فيها فعلا فراخ مشويه. الجبنه اللي كان حاططها هناك كانت عامله شغل بقى. زي ما توخي بيقول فعلا الجبنه اللي هناك في البيتزا عامله شغل احلى من دي. بس هنا دي متميزه بالفراخ اكتر فهي ايه اذواق. بصراحه الاثنين عاجبني. انا كتجربه شامله متكامله لا هنا دي احسن بالنسبه لي يعني. انا الاثنين حلوين وعايز اكل ده في مره وممكن اكل ده في مره. ترارارا. ده شغل جامد. شكلها حلو قوي جدا. بسمتي حمزه فرن. ده عباره عن تحس ان هو اسم ثلاثي. اسم ثلاثي حد داخل يمتحن في فصل فاهم. هنا الهوت دوج وفراخ غرقانه جبنه ده غير بقى الخضار فلفل وطماطم. مشروم حاسه مشروم معلم صح. يلا بسم الله. عايز اعتمد فاهم. الميكس
رهيب باستثناء المشروم. المشروم مش لذيذ خالص. الهوت دوج جبنه خضار رز، الرز هنا ممتاز. المشروم مش لذيذ عشان عضته بس جامده يعني، عضته مش معلم معلم. حتى لو كان فريش كان يبقى احلى بكتير. عضته مش حلو فلا دي تغلب اللي هناك بكتير. المكونات بتاعت اللي هناك لا هنا احلى بكتير، والفراخ كمان اكتر. واو فراخ مشويه وسوسيس، بس هو اللي معكر الدنيا انه حاطط لك مشروم كتير، والمشروم طعمه مش لذيذ خالص. اضافتك يا متوخي، انا اخر حاجه ممكن اطلبها اصل هي اذواق برضو يا راجل. يعني انا حته ان انا احط رز عليه جبنه وكده يمكن انا مش قابل، بس كذوقي الشخصي انا اقطعه في المونتاج برضو. يلا كل الحاجات كل الحاجات كل المكونات طعمها حلو جدا، وعجباني قوي الفراخ اللي هنا على عكس اللي هناك اتعسلت حاجات ما هيتقطع في المونتاج الكلام ده. اللي بيعترق اللي يطلع حاجه وحشه بنقطعه. طعمه حلو جدا يا لا مش ممكن. طيب نخلص بقى ونجي لكم ايه بالتقييم. بالتقييم كتجربة يعني نتكلم بقى عن فطيرة. انت حاسس انت واخد الكادر لوحدك بتعمل اعلان ولا اعلان؟ اه كده اعلان قوي يعني. مشكلة يعني لو عاوزين اعلان يا جماعة والله هتلاقوا ايه لينك القناة تحت. اه هم اللي عايزين اعلان يا عم، مش هحط لينك القناة بتاعته. يلا بس ما دخلني معاكم في الكادر يا جدعان. تعالى ماشي يا باشا، في كاميرا في كاميرا، احنا ظالمين الكاميرا دي والله ظالمينها والله ظالمينها. طيب ماشي. بالنسبه يا جماعه للاسعار، احنا جايبين حاجات من هنا ب 280 ومن هناك برضو 280، فالاسعار تقريبا تعتبر واحده. بالنسبه بقى لفطيره السجق، اني اكتر واحده عجبتك؟ الاولانيه ابو حمزه. ابو حمزه وانا ابو حمزه نفسي. وانا ابو حمزه، بس هنا بتاعت حمزه برضو حلوه جدا، فرق بسيط ما بينهم. البيتزا ابو حمزه. ابو حمزه انت مش البيتزا هنا عجبتك اكتر لو حمزه؟ الاثنين لا الاثنين حلوين، مش ابو حمزه. هو انا بالنسبه لي الاثنين حلوين، بس ايه بتاعت حمزه هنا تحسها مركزه على الفراخ اكتر. ابو حمزه مركزه على الجبنه، فهي لا تجربتين مختلفين. انا بتاعت الاثنين حلوين قوي، والاثنين تجربتين مختلفين. صوتي ميل. انا بتاعت ابو حمزه المايك معاك. بتاعت ابو حمزه ما عجبتنيش خالص في البيتزا خالص يعني. بس لكن حمزه قشطه لذيذه يعني. انا عجبني الاثنين. الحواوشي الايطالي ابو حمزه، أبو حمزة طبعا وابو حمزه رهيب. فعلا بلا جدال كان رهيب يعني. بسمتي الفرن هنا افضل. هنا افضل. هنا افضل. بس التجيب دي طبعا هتقص كل اللي فات. انا هعيدها تاني، انا حر. عيد يا باشا قبل ما الميموري يخلص. عجبتني بتاعت حمزه. انا ممكن بقى احط الكلام ده من غير مونتاج. هنا افضل. بشكل عام المطعمين جامدين جدا، بس حمزه في حاجات عنده يعني محتاجه شويه تظبيطات. ابو حمزه برضو بسمتي عنده محتاج يتظبط. انا حمزه زمان كان بالنسبه لي احسن بكتير جدا، هو دلوقتي كويس بس زمان كان احسن بكتير جدا جدا حرفيا. انا حاسس ان المقارنه هي اللي بينت ان في واحد احسن من الثاني. لو كنت يمكن جيت من عند حمزه على طول كانت تعجبني الحاجات عادي جدا، بس فكرة المقارنة هي اللي بينت. طيب ما تنسوش بقى يا جماعة يعني تعملوا سبسكرايب في قناة الراجل ده. قناة الراجل ده ماشي، الاثنين فعلا والله بيعملوا فيديوهات حلوة جدا وافكار حلوة جدا. الراجل ده سلسلة المحافظات اللي تقريبا ما فيش حد على اليوتيوب بيعملها حبيب. والاخ ده يعني سلسلة الاستاذ والتلميذ اللي فكرة صايعة جدا. انت بتبين مطاعم يعني مغمورة مش معروفة خالص، وده مجموعة سلاسل. ده انا اصلا على اليوتيوب يا رب. ايه ده في كل السلاسل. وحط لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 60,000 لايك. وقابلوني لو وصل ل 10,000 يا عم يمكن يعجب الناس وتدوس لايكات. اتمنى والله اتمنى خير. انا كنت التجربة عجبتكم يا جماعه ان شاء الله. هعمل الاوترو بتاعتي يلا. هو شيف المونتاج ماشي. وهي دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. اتمنى تكون عجبتكم. سبسكرايبك لايك كومنتك شيرك وفولو على الانستجرام يا بيه، واشوفك الحلقه الجايه. سلام سلام. لا بس فيديو ان شاء الله هيبقى عظمه عظمه ان شاء الله. انا كنت ايه ده، انا ما كنتش مسجل. يلا هو يلا.